الاعوجاج الخارجي للركبه، عايزين نتكلم عن الاعوجاج الداخلي للركبه، ومعانا صوره وحضرتك عايز تكلمنا عليها بتفصيل شويه، بس نتكلم شويه عن الاعوجاج الداخلي للركبه وبعدين نشوف. بص حضرتك، هو الاعوجاج الداخلي للركبتين دول ليه اسبابه. قد يكون في جزء فاميليار، جزء نتيجه في العيله، يعني وراثه يعني مثلا او جينات. تمام. وقد يكون ان هو في اصابه في مراكز النمو نتيجه لحادثه واقعه غيره، او ان يكون يعني زي ما شايفين كده، ده دي صوره وده سنه مش صغير شويه، ده سنه يمكن حوالي 12 سنه. وزي ما شايفين رجل الشمال عدله تماما، الرجل اليمين معوجه اوجاج داخلي عنيف زي ما احنا شايفين. وكمان نفس الرجل دي عشان دي في اصابه في مركز النمو، فبيكون عنده نفس الشاب ده او الادوليسن ده عنده برضو الركبه مش ما بتتفردش للاخر. تمام. ده حلها ان احنا بنخش نتدخل جراحيا ونكسر، نعمل شق عظمي ونثبت بشريحه ومصامير، وبتقبل نتيجه زي ما هنشوفها دلوقتي باذن الله بعد العمليه مباشره. ده بعد العمليه مباشره، رجل معدوله والدنيا زي الفل، وبننتظر العظم، التئام العظام ده بيتم حوالي يمكن شهرين، شهر ونص، ثلاثة ماكسيمم. توقيت العملية نفسها قد ايه يا دكتور؟ الاعوجاج الداخلي بيتم على سن 7 سنين، من 6 سنين ونص 7 سنين. لا، العملية نفسها بتستغرق قد ايه؟ العملية دي ما بتاخدش حوالي نص ساعة. نص ساعة. في أي سن يا دكتور؟ مش شرط في أي سن، في معاه يعني مش قبل سن 6 سنين ونص. في معاه 3 حالات. إن يكون اعوجاج في ناحية واحدة. أو الاعوجاج شديد زي الطفلة دي. أو إن يكون مفيش يعني ما بيتحسنش. مفيش ريسبونس للتريتمنت. تحسن أو تطور. أوكي، معنى كمان صورة؟ يعني الصورة دي أنا جايبها لسببين. السبب الأولاني مش مغطي وشها، يعني الطفلة دي أنا بعتبرها بنتي. الطفلة ديت عندها اعوجاج داخلي زي ما احنا شايفين شديد، لكن عندها مصيبة أكبر من المنظر اللي احنا شايفينه في الأعوجاج الداخلي. الطفلة دي تم العثور عليها من حوالي سنة عن طريق دار ايتام. الله اعلم بقى كانت مخطوفه وحد رماها، الله اعلم انها ضاعت من اهلها. فانا لقيتها وسيله ان انا كحاجه انسانيه ان انا اعرف صورتها ونبين وشها قوي، ويا ريت الناس قبل ما تركز على رجليها تركز على وشها، لان رجليها الحمد لله اتحلت، لكن وشها ما اتحلش، ان احنا عايزين اهلها يحضروا. حضرتك اللي عملت لها العمليه. دي زي ما احنا شايفين طبعا دي بعد العمليه مباشره. والحمد لله زي ما احنا شايفين ان الركبتين راجعين تماما عدلين. يا رب ترجع لها. يا رب ان شاء الله. حضرتك يعني بفضل ربنا طبعا خفتها والموضوع بقى تمام، بس لو حد اتعرف عليها من المشاهدين طبعا دي حاله انسانيه اكيد هتاثر اكيد على حياتها النفسيه اكتر. أكيد. كمان بس لازم نعمل عمر الزمن ان البنت دي تايهه من حوالي ثانوي، فلازم يكون برضو عمر الزمن في الموضوع. الاطفال شكلهم بيتغير بسرعه. طبعا احنا ملاحظين ان حضرتك بتداري وشوش كل المرضى، ما بتحبش تعرض الوشوش ما عدا طبعا الطفله دي. صحيح. لهذا السبب. اوكي دكتور احنا طبعا شايفين ان عمرها صغير جدا. ايوه دكتور، ما تبقاش مؤلمه للطفله مثلا عندها 3 سنين 4 سنين احنا ممكن نعمل لها بقى عمليه ونفتح ونشوف الركبه فيها اعوجاج او بعيده الساق او المفصل نفسه بعيد، فبتبقى مؤلمه شويه عن انسان بالغ يا دكتور بتهيألي. والله هقول لحضرتك حاجه، هو العكس.